بالنسبة لبرج الدلو، الدلو عنده خيارين حاليا بالنسبة لأوضاعه العملية. لا يحاول الهروب، لازم يتخذ قرار، يعني عنده مكان أول ومكان تاني، لأنه هو عنده كمان مشاكل في أعماله. بقدر بقول له أني ما تهرب من حياة العملية. أنا رأيي شايفة أني هو حينتقل من مكان لمكان بأسرع وقت وحيكون سعيد جدا. أما أموره العاطفية، عنده خلاف مع الشريك أو مع الشريكة، مفروض ما يتخذ أي قرار سريع، لأنه الدلو حاليا محظوظ الفترة من 24 لآخر الشهر، هو محظوظ وعنده أيام حلوة. جينا على آخر شيء برج الحوت، لازم يقتنع بأوضاعه المهنية، عنده قناعة بأوضاعه المهنية، ولازم ينتبه خاصة الفترة الجاية. الحوت الفترة الجاية بشهر 6 حيبقى شوي تعبان، لأنه حيمرق بكوكب الزحال، الزحال حيدخل لبيته. فأقدر أقول له كمان أموره العاطفية عنده خطوات جيدة وإصلاح الوضع. أوكي، إحنا لسنا برج الحوت صح؟ حكينا الحوت. البرج اللي بعده؟ مبقاش 12. أوكي،